ام رودينه اللي بتقول انا دايما اقول لو نجح ابني هعمل كذا، لو حصل كذا هعمل كذا، انه ينجح شيء. لو كان اللفظ اللي بتقولي بيه، اذا كان الشيء اللي انت بتقوليه ده، لو ربنا شفى مريضي ده انا هعمل كذا، لو ابني نجح انا هعمل كذا، لو كان ده بلفظ النذر يكون ندر. يعني ايه؟ لو قلت لله علي، او ندر علي بالعامية، يعني ندر علي لو ابني نجح انا هعمل كذا، لو قلت بالندر يبقى هينعقد ندر بما انا تلفظت بيه، ويبقى ندر واجب الانسان. من ندر ان يطيع الله فليطع، ومن ندر ان يعصي فلا يعصي. واذا كان بغير الندر، يعني لو ابني نجح انا هعمل اطعم كذا، اطعم حي كذا، او اتصدق على فلان، لو ابني ربنا شافته من العمليه، او اي شيء انت بتطلبيه، انا بضرب مثل ده بغير ندر، ما جبتيش سيره الندر فيه ولا نيه الندر فيه، فهو من البر والمعروف. فحضرتك تعمليه لله سبحانه وتعالى. وانت دلوقتي إذا نويتي هذا أو ذاك، فهيبقى حسب النية بتاعتك وما تلفظتي بيه. والأولى المبادرة بإنك أنت تعملي الخير، تسبقي بيه، يعني ما تعلقيش ده على ده. هذا هو الأولى، هذا هو الأفضل. لو عملتي كده ما جراش حاجة، لكن الأفضل والأولى والأكثر يعني أدبا وأليق في إن أنا بعمل كده، أنا أقول أقدم الخير، يا رب دي صدقة، وأسأل الله بسرها إنك تجعل ابني ده من الناجحين، أسأل الله بسرها إنك تشفي مريضي، بدل ما أقول لو شفيت كذا أنا هطلع كذا. هذا هو الأولى، المبادرة لفعل الخيرات يا صاحبة السؤال.